أهلا من جديد. أي شخص يتابع أخبار في الفترة هذه حيشعر أنه في لوحة ضايعة وفي حملة للبحث عنها، تحديدا بنتكلم عن لوحة سلفاتور موندي أو المخلص للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي. لوحة المخلص هذه من سنتين، أي من عام 2017، وهي كرت بتستخدم في الحملة المعادية للسعودية بعد ما تم بيعها ب 450 مليون دولار في مزاد، وأصبحت أغلى عمل فني يباع. ما حد عارف مين اشتراها، لكن الصحف الصفراء بدأت تخمن الشاري وإيش اسمه، وقالت أكيد من السعودية. ولما فشلوا في تحديد الشاري قالوا نمسك المنتج، فشككوا في الفنان اللي رسمها وقالوا أصلاً اللوحة مش رسمها دافنشي، وأصلاً قيمتها أقل بكثير من المبلغ المدفوع فيها. ووسط هذا كله تم الإعلان عن عرضها في متحف اللوفر أبوظبي كجزء من المجموعة الدائمة للمتحف في سبتمبر 2018، لكن بعدين تم إلغاء العرض وما ظهرت اللوحة. وهذه السنة يكمل الفنان الإيطالي دافنشي 500 سنة على وفاته، وقررت الحكومة الفرنسية تعمل معرض تاريخي له في الخريف. فرجع الجدل هذه المرة من مهاجمي السعودية وقالوا نلعب على وتر ثاني، حرام نحرم الناس من مشاهدة الفن، اللوحة مهمة وثمينة ويحق للجمهور مشاهدتها. فين اللوحة؟ طيب عشان ننهي القصة، اللوحة مو ضايعة ولا منسية. أنا سارة بقول لكم، لوحة دافنشي الشهيرة في الحفظ في الصون وموجودة في السعودية.